افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة مشروع الطريق المزدوج الموازي لطريق مليحة والمحاذي لإمارة دبي، وذلك سعيا من الهيئة لتسهيل عمليات تنقل الأفراد والبضائع بين المدن وفق أعلى المعايير العالمية، لتمكين شبكة الطرق العاملة بالإمارة من الأداء الأمثل في مقاييس الأمن والسلامة المرورية. دعما لمنظومة منشآت وشبكة الطرق في الإمارة، افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة مشروعها الجديد، مشروع الطريق المزدوج الموازي لطريق مليحة والمحاذي لإمارة دبي، أمام حركة السير بصورة متكاملة باتباع الخطة الزمنية لذلك. كما يعد هذا الطريق محورا يربط طريق محمد بن زايد بأرض المعاهد بالشارقة قرب المدينة الجامعية. الطريق المحوري الجديد يمتد من المنطقة الواقعة خلف المدرسة الإنجليزية مرورا بالمناطق الواقعة خلف أرض المعاهد حتى جسر عود راكان الواقع على طريق مليحة بطول 3 كيلومترات، وبشكل يضمن الانسيابية المرورية للمركبات. ويأتي مشروع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة الذي بلغت تكلفة إنجازه 49 مليون درهم ضمن استراتيجية الهيئة المتماشية مع خطط الدولة في دفع عجلة التنمية، إذ يسهم المشروع في سهولة تدفق المركبات بالمناطق الصناعية 15 و17 ومنطقة الحاويات، كما يوفر التنقل الآمن والسريع من وإلى الطرق الرئيسية في الإمارة. والحديث بشكل مفصل عن مشروع الطريق المزدوج والموازي لطريق مليحة والمحاذي لإمارة دبي ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس سليمان الهاجري مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون الطرق، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. في بداية الأمر نحن نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى حضرة مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه على توجيهاته الدائمة التي تسعد الناس، وكذلك توجيهاته الكريمة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي والذي يعد إضافة كبيرة لزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية بشبكة الطرق في مدينة الشارقة. نعم سعادة المهندس، ما هي مراحل إنجاز هذا المشروع وامتداداته، وما هو الشكل عام، حدثنا عن المشروع بشكل عام. نعم، المشروع طبعا هو عبارة عن طريق مزدوج مكون من مسربين للسير في كل اتجاه، وبطول إجمالي يبلغ حوالي 3 كيلومتر، ويضم إنشاء ميدان جديد يربط هذا الطريق بجسر الجامعة مرورا بالمناطق الصناعية ومنطقة أرض المعاهد، وينتهي بربط مع جسر عود راكان الواقع على طريق مليحة، وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 49 مليون درهم. طبعا هذا المشروع سيخدم بشكل أساسي منطقة المدينة الجامعية والكليات والمدارس الواقعة في منطقة المدينة الجامعية، وكذلك سيسهم بشكل أساسي سيكون بمثابة ربط مباشر لمنطقة المدينة الجامعية والمدارس بالمناطق الداخلية للمدينة، وخصوصا منطقة النهد التي تشهد كثافة سكانية عالية. المشروع طبعا هذا يعتبر المحور الرابع لشبكة الطرقية في مدينة الشارقة، والتي تربط المناطق الداخلية ومركز المدينة بالمناطق الواقعة بالقرب من المدينة الجامعية. طبعا كان افتتاح المشروع اليوم أمام حركة السير بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، واستغرق افتتاح المشروع 5 دقائق فقط، وقد تم ملاحظة استخدام هذا الطريق من قبل المركبات بشكل كبير، وأبدى مرتادي الطريق عن فرحتهم وسعادتهم البالغة لتنفيذ هذا الطريق في هذا الوقت القياسي، وكذلك في هذا الوقت الذي يعني يكون قريب جدا من العام الدراسي الجديد، والذي سيسهم بشكل كبير لإيصال أبنائنا الطلبة إلى المدارس وإلى الجامعات الواقعة على بالقرب من هذا الطريق. نعم، كل التوفيق لكم سعادة المهندس سليمان الهاجري مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون الطرق، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة.